خلونا نحارب السرطان بالغذاء الصحي، شعار الجمعية القطرية للسرطان طوال شهر رمضان. راح نتعرف على وصفات غذائية صحية. وصفتنا لليوم شوربة الشمندر والفول. المكونات والمقادير اللي نحتاجها: شمندر مقشر حوالي 125 جرام، فول أخضر 100 جرام، زيت زيتون 10 ملي، ليمون حبة واحدة أي 12 ملي، فلفل أسود 1 جرام، وملح 1 جرام. والحين نشوف طريقة تحضير شوربة الفول والشمندر مع الشيف نبيل. أول شيء بنحط الفول بالخلاطة ونضيف عليها زيت الزيتون وبعدها الليمون والفلفل الأسود والملح. طبعا راح نحتاج ربع غلاس ماي. والحين دور الشمندر، راح نحضرها نفس طريقة تحضير الفول الأخضر. مثل ما شفنا شوربة الشمندر والفول الأخضر صاروا جاهزين عندنا، نخليها على درجة حرارة متوسطة حتى الغليان لمدة 3 دقائق. نصيحة الشيف نبيل أن الشربات بشكل عام تفتح شهية المعدة للطعام وتتميز بسعرات حرارية منخفضة. الشمندر يساعد على تنظيف الكبد، والفول الأخضر غني بالبروتينات. شربة الشمندر والفول مو بس صحية ولذيذة، حتى ألوانها وشكلها يفتح النفس.